وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكي أباه لأنه يريد أن يأخذ شيئا من ماله، فجاء الوالد وأنشد أبياتا خرجت من قلبه وهو يخاطب فيها ابنه، يقول: غزوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك.